السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه FlowGPT بيديك اقتراحات لتحسين البرومت بتاعك. يعني انت عايز تعمل برومت عن ايه، وهو يبدا ان هو يديك اقتراحات جميله وبناءه بحيث ان انت تعمل حاجه ادفانسد شويه. زائد ان انت ممكن تعمل سيرش تشوف الناس بتستخدم ايه اكتر حاجه. يعني خلينا نقول له مثلا ترند مثلا او توب، هجيب لك حاجات كويسه تقدر انت لو دوست كده يبدا يجيب لك البرومت اللي الناس استخدمتها عشان تحصل على نتيجه قويه. تقدر انت تعمل شات ناو، تقدر انت تشات او تنسخ الحاجه انت عايزها. فبيقول لي انت عايز ايه، انجليزي ولا ايه اللغات اللي انت عايزها. ممكن تختار سيلكت لانجويج او اول لانجويج، خلينا انجليزي بس دلوقتي. وبيقول لي بقى انت عايز حاجه كرييتيف ولا عايز بتدور على شغل ولا جيم ولا زي ما انت عايز. طيب نختار ايه مثلا ديت. دي امثله برضو للبرومت، هنا امثله مشابهه. هنا تقدر بقى تبدا ان انت تدردش شو برومت، تبدا تشوف البرومت اللي موجوده. طيب خلينا مثلا نعمل سيرش على برومت معين، وليكن مثلا سيرش فور ا برومت او شات جي بي تي ويز اي اي، وليكن مثلا بيلدينج ان ايجيبت. فبدا يجيب لي بالشكل دوت. ممكن مثلا تقول له انا عايز الحاجات اللي هي خاصه بالستراكشر اند سيفل انجينير، وفي حاجات خاصه ب كليوباترا تقدر انت تبص عليها وتبدا تشوف التكست اللي موجود وتقدر انت تناقش معاه وهكذا. واي لحظه تقول له شو برومت، انا عايز اشوف البرومت. فبتشوف بقى بيكتب لك بقى كلام كتير قوي، انا مهندس انجينير و عايز اسال في بعض الاسئله اونلاين ريسيرش اند داتا اناليسيس. فتقدر الكلام لو هو مناسب ليك بتقدر انت تسخه وتبدا ان انت تساله في شات جي بي تي. هو دي خاصيه الكوبي اهوت، وتقدر تشوف امثله للردود اللي حصلت. تمام. فالفكره كلها ان هو بيدربك على موضوع البرومت بشكل قوي. في امثله كتيره جدا تقدر في اي لحظه تقول له انا عايز اشوف الترند دلوقتي، الناس بتستخدم ايه اكتر، ايه الكلمات اللي بيستخدموها كتير. ففي حاجات خاصة مثلا بالاكاديميك، وفي حاجات خاصة مثلا بتعلم الانجليزي، في حاجات خاصة بالاكاديميك جايد. Academic Excellence with EduBoot. تقدر تسأله أي سؤال هو يبدأ إن هو يتفاعل معك. وهتلاقي حاجات كتيرة بوت تعليمي تقدر أنت تعمل تدردش معاه. ممكن تيجي هنا بقى تخش بقى على الشات. بيقول لك دردش مع الشخصيات اللي انت بتحبها، وتقدر تسيف البرومت ده في الهوم بيج بحيث ترجع له في اي لحظه. تقدر تختار بقى انت عايز تعمل مع شات جي بي تي 4 ولا مع شات جي بي تي العادي ولا مع اللاما بتاع الالفا اللي هو بتاع جوجل وهكذا. فعندك اكتر من اختيار، تقدر ان انت تختار انت عايز تدردش مع مين. يعني لو انت عندك شات جي بي تي ممنوع في البلد اللي انت فيها، ممكن تختار هنا ان انت عايز تعمل شات مع شات جي بي تي، تشيت مش تشيش، تشيت مع شات جي بي تي. فموقع جميل، اهتموا بموضوع البرومت ده هيفيدكم كتير.